المصري تغير عن زمان، جملة تتردد على أسماعنا دوما، فعادة ما نقارن بين سلوك المصري قديما وحديثا، خاصة إذا لاحظنا سلوكيات وظواهر دخيلة على مجتمعنا. فماذا يراه المواطنون مختلفا في الشارع المصري عن سابق؟ كان زمان في حب، في أخلاق، في دين، في تقارب، في تواصل بين الأسر الواحدة. كل حاجة بتتغير للأسوأ، كل حاجة يعني زادت نسبة التحرش، زادت نسبة البطالة، زادت نسبة السرقات، كل واحد عاد حاس إن كل حاجة فتوانة، بيعتمد على القوة. قبل كده كان كويس وكان بيرضى بأقل حاجة لأن كان بيلاقي، لما أصبح دلوقتي الوضع اتغير خالص عن الأول. الناس فقرت، وطالما الإنسان بيفقر سلوكياته بتتغير، ما بقاش في أدب ولا في احترام للكبير ولا في احترام لواحدة مثلا، حتى لو في المترو راكبة تبص تلاقي الكبيرة واقفة والبنات الصغيرين قاعدين. تحولات الشخصية المصرية هي محل للدراسة والتحليل دوما، فكثير من الدراسات حاولت حصر سمات المصري وما طرأ على سلوكه من تغيرات خاصة في الفترة الأخيرة. أي سلوك للفرد بيعتمد على سلوك أو سيطرة خمس مؤسسات: مؤسسة الأسرة، مؤسسة المدرسة، مؤسسة الإعلام، مؤسسة دينية. لما الأربع مؤسسات دي يبقوا فاشلين بتدخلي المؤسسة الأمنية القضائية. الخمس مؤسسات في المجتمع المصري منذ قبل الثورات وهم في مشكلة، فيهم أزمة. المجتمعات لما يبقى ما فيش فيها حكومة بتبقى غابة، فالناس حست ان في غابة، فكل واحد بقى بيعمل استعراض القوة بتاعته، بلطجة، فبقت ثقافة البلطجة موجودة في الشارع المصري. فتشاهد في حياتك اليومية بعض الأفراد يتصرفون بطريقة تفتقد المسؤولية وتميل إلى الغوغائية والسوقية، وما يصاحبهم من ألفاظ أقل ما توصف به أنها بعيدة عن الأدب والذوق العام. ونشاهد أيضا زيادة غير مسبوقة في التحرش الجنسي وغيرها من السلوكيات التي أهانت الشارع المصري وجعلت الجميع يشعر بالحاجة الماسة إلى عودة أخلاقيات المصريين الحقيقية وإرساء الفضيلة ومبادئ المعاملة الحسنة التي دعت إليها كافة الكتب السماوية. أبحاث ودراسات عدة تناولت شخصية المواطن المصري وما يطرأ عليها من تغيرات، ولكننا حتى الآن لا يمكننا تحديد ملامحها وسماتها بشكل واضح، فالشخصية المصرية كانت ولا تزال مادة مثيرة للجدل. أسماء فرغلي، كلام تاني.